ثلاث اسرار للميك اب ارتست البروفيشنال، هم اللي بيكونوا عارفين الحاجات ديت وبيتعاملوا مع الظروف الصعبه، سواء بقى من تجاعيد، من عيون بتدمع، او حتى من احمرار بيحصل بسبب العدسه، او حتى بسبب الميك اب اللي بتحط جوه العين من كحل وما شبه ذلك يعني. فكل الحاجات ديت الميك اب ارتست الكبار بيعرفوا يتعاملوا معاها علشان يطلعوا باحسن صوره للعروسه. هي دي الحاجات اللي انا هقولها في الفيديو ده، وهقول لكم بيتعاملوا مع كل موقف ازاي وبيستخدموا له ايه كمان. يلا بينا نبدا الفيديو، بس ما تنسوش اللايك وسبسكرايب على الزر الاحمر تحت، وطبعا انا مش هكبر الا فضل دعمكم، فبجد بشكر كل حد وممتنه لكل حد بيتفاعل معايا، لان انا جت في وقت كده القناه بجد وقعت ومحتاجه جدا ان انتوا تدعموني، وشكرا مقدما لكل حد هيدعمني بلايك وسبسكرايب. ويلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه في استخداماتهم وهي الامبولات ديت. الامبولات ديت فايدتها ايه وامتى تشتغل معايا وامتى لا؟ بصوا، الامبولات ديت بيستخدموها الميك اب ارتست قبل الميك اب في حاله لو حد عنده تجويف قوي او عنده تجاعيد قويه، لكن في الحالات البسيطه مش بتكون فعاله بصراحه، لكن في الحالات القويه بتكون كويسه جدا. فطبعا بيستخدموها في حاله ان العروسه يكون عندها تجويف، يكون عندها خطوط جامده، حاجه زي كده، قبل ما بيستخدموا الميك اب علشان مظهر الميك اب يكون افضل بكتير، لان انتوا طبعا عارفين ان الفونديشن والحاجات ديت بتدخل دايما في الخطوط وبتدي مظهر مش حلو خالص على العين، فبيكون هو ده الحل. تاني حاجة الميك اب ارتست بتسأل العروسة او الموديل، بتسألها بتقول لها انت عيونك بتدمع ولا لا؟ لو عيونك طبعا بتدمع للأسف بتبوظي الميك اب، فبتحل الموضوع ده ازاي؟ اللي هي بتستخدم بنس. ايوة، هي البنس ديت، او ممكن كمان اللي هي بيسموها نكشات الاذن، اكيد اكترنا عارفينها، بنحطها في الودان، في الودان الاتنين، علشان خاطر العين ما تدمعش. تالت حاجة، في بعض العرايس بيكون عيونها مش واخدة على العدسات وحابة تلبس بس يوم فرحها عدسة، وطبعا عينيها بتعرق بأحمر جامد قوي، وبيبقى شكل الميك اب مرعب مع العدسة. قبل ما بتستخدمي العدسة بتلت ساعة بتستخدمي القطرة ديت اللي هي اوكيو ميسايل. القطرة ديت بتعمل ايه؟ القطرة ديت بتزيل احتقان العين لكن بسرعة جدا، وبتخلي منظر الابيض اللي حوالين النني دوت صافي جدا، وتخلي مظهر العين يكون كويس. ما ينفعش استخدمها وانا لابسه العدسة وكمان لونها من جوه ازرق بالشكل ده، اكيد انتوا واخدين بالكم بقت عاملة يعني الجنب اللي فوق ده عامل ازاي، ده ازرق مش عشان لون البلاستيك ازرق، ده علشان هي لونها من جوه ازرق. وطبعا لو جت على فستان او جت على اي حاجة هتبقع، فخدوا بالكم من النقطة دي. يبقى هي بتستخدم قبل اي حاجة بتلت ساعة، بتسأل العروسة لو عينيها بتحتقن او بتحمر من العدسة او مش واخدة عليها، بتستخدم لها القطرة ديت، وطبعا سعرها رخيص جدا. بس كده، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب.